السيدات والسادة، مساء الخير. عندما نتحدث عن السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية في بلدنا، نتحدث عن كل شيء إلا عن العنصر الغائب دائماً، وهو النقد الفني. مصر كانت دائماً زاخرة بأسماء عظيمة ونقاد كبار في مختلف الفنون. كان هناك في السينما سمير فريد، سامي سلموني، يوسف شريف رزق الله، وأحمد رأفت بهجت، رؤوف توفيق، وكمال رمزي. كان أهل الفن كتاباً ومخرجين ونجوماً ينتظرون بعد كل عمل كلمة الناقد، المقال والتحليل الموضوعي والمحايد. كان النقد دائماً عملية إبداعية أخرى مكملة وهادية للعمل السينمائي. فماذا حدث للنقد والنقاد؟ اليوم نستضيف ناقدة سينمائية مصرية تنتمي لجيل الكبار الذين احترموا شرف الكلمة ونزاهة النقد الموضوعي. نسألها عن واقع إنتاجنا السينمائي، عن الصحافة الفنية المتخصصة، عن المعاهد والدراسات المعنية بتطوير النقد وصناعة جيل جديد من النقاد في بلدنا، عن النقد الفني في مصر والعلاقة بين الناقد وصانع العمل الفني والجمهور. نواصل الحوار في حديث جديد من مصر. أهلا بكم.